شهد شهر أيلول احتفالات متعددة بعيد الصليب حسب الطقس الغربي والشرقي، فقد احتفلت كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في عمان بعيد الصليب، وترأس القداس الأب إبراهيم حجازين كاهن الرعية الذي ركز على معنى الصليب وقوته في خلاص البشرية. سر إلهي، سر الصليب هو يعني سر الخلاص. إيه سر الخلاص؟ الله أولاده بعدوا عنا بالخطيئة العصرية وخطايانا الشخصية، أنا وأنت يا ما بعدنا بخطايانا، بس بتهوش إنه أولاده ضلوا بعد عنا، ما بقبل، ما في أب ولا في أم تقبل. حاول كل شيء، حاول بعث الأنبياء وبعث الرسل زي ما بيقولوا، في الآخر أرسل ابنه. هذا الألم اللي موجود عندنا كلنا هو مسيحيا لاهوتيا هو مشاركة مع صليب الفداء. وانتهى القداس بالمراسم التقليدية والشعبية لعيد الصليب بإضاءة الشعلة والنار الموقدة وتوزيع حبات الرمان. ترأس المطران مارون لحام القداس الإلهي لعيد الصليب في بيت العناية الإنسانية التابع لجمعية راهبات الصليب في الفحيص، وشارك به عدد من كهنة رعاية مدينة الفحيص وجمع كبير من المؤمنين والأصدقاء. وفي عظة القداس تطرق سيادته لأهمية الصليب وخبرة الألم التي يعيشها الإنسان لا سيما كنيسة القدس. الصليب موجود وسيبقى موجودا إلى نهاية العالم، يبقى أن نربط دوما بين الأمرين الموت والحياة، الصليب والقيامة، الجلجلة والقبر الفارغ. عندئذ نكون شهودا للحياة التي قهرت الموت، ونعطي نحن بدورنا لمن لا يزال يعاني تحت وطأة الألم والصليب والموت، نعطيه قيمة الإيمان وفرح الإيمان والرجاء بالقيامة على مثال السيد المسيح. آمين. بعد القداس بارك المطران لحام قاعة تابعة للبيت وأيضا جناحا مخصصا للكهنة المسنين. وبحسب الطقس الشرقي ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا للروم الأرثوذكس عشية العيد احتفالاً في كنيسة الفحيص للروم الأرثوذكس بمشاركة كهنة المدينة وجمع غفير من المؤمنين من أهالي المدينة وأصدقائهم، وتخلل الاحتفال دورة بالصليب في شوارع المدينة. ونهار العيد ترأس سيادته احتفالاً جماهيرياً كبيراً في ساحة النادي الأرثوذكسي في عمان، وأحيته جوقة ينبوع الحياة من مدينة المفرق بترانيم بيزنطية شرقية. وحضره عدد من كهنة الروم الأرثوذكس في عمان وحلب والقدس الذين جاءوا خصيصاً للمشاركة بالاحتفال، وجمع كبير من المؤمنين والأصدقاء والشخصيات الرسمية. رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأرثوذكسية المحترمين، رئيس وأعضاء جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق، الحضور الكرام من أعضاء النادي والضيوف الحاضرين معنا هذه الليلة في هذا النادي العريق الذي هو بيت جميع، فأهلا وسهلا بكم.
وحسب التقليد المتبع كل عام في هذا الاحتفال انتهى بإشعال النار وتوزيع حبات الرمان والحلوى على المؤمنين. وأيضاً أقامت لجنة العمل الشبابي للجمعية الأرثوذكسية احتفالاً خاصاً للأطفال ترأسه الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة، تكلم به عن الصليب، معانيه وتاريخه الخلاصي. الصليب بعطينا طاقة، بعطينا قوة حتى نقدر إنه نحب. أنتوا ما بتلاحظوا كتير مرات كتير أمور بتصير في حياتنا نيجي من نحب التاني، ولكن التاني بصدمنا، منشوف تصرف منه ما بيعجبنا. مع الصليب منتعلم كيف منا نقدر نكون ثابتين بمحبتنا لبعضنا البعض. كل عام نستذكر وبكل إيمان ومحبة ورجاء رمز فدائنا وخلاصنا وانتصارنا على الموت، فمن أجل الحياة الأبدية التي بشر بها السيد المسيح ومن أجلها افتدى البشر، وكما يقول القديس بولس الرسول: فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. باسم السمعان، نور سات، الأردن.